الممرضة خديجة موسى علي. حاج فضل الله مطلوب للصعود المنصة للتكريم. وإدارة مهمة جدا في تنمية وتطوير والعناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى. فأول خطوة قمنا بها من خلال البرنامج العام لإدارة التدريب أن قمنا إحنا تطوير اللغة الإنجليزية للأطباء وأعضاء العناصر الطبية والطبية المساعدة. ففي بداية الشهر الثلاثة دكتور هيثم نوري، بارك الله فيه، مجهودات رائعة جدا من الأستاذ خالد. نذكر